ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف. أستاذ أحمد، برحب بك معنا إلى هذه الجولة الإخبارية. يمكن عايزين في البداية من حضرتك توضيح لأسباب هذه الأزمة وزيادة تخفيف أحمال الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي لمدة 3 ساعات. أستاذ أحمد تفضل. مساء الخير، تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. أولا أنا مش هقول رأي فني، لأن الرأي الفني والتقني يتحدث به المتخصص، لكن من متابعة مجريات هذه الأزمة وتفاعلات الرأي العام وآراء السادة المواطنين اللي تكفلت بعرضها قناة إكسترا نيوز على مدار اليوم النهاردة، مما لا شك فيه أن حالة الغضب هذه لها ما يبررها، لأن مسألة الكهرباء بتمس مصالح الناس ومعيشتهم، والكل متضرر منها والكل يعاني منها. وتزامن ده طبعا مع موجة الحر العالمية والظرف المصري، إن هي كمان جاية في توقيت امتحانات الثانوية العامة، فبنتكلم في حوالي 600-700 ألف طالب، لما نحسب كمان أسرهم فبنتكلم في حوالي 3.5 مليون. هم في الأوضاع العادية أصلا بتبقى البيوت دي متوترة بشكل أو آخر، فده بيزيد كمان من صعوبة الموضوع. طيب، بس مهم نفهم إن هذه الأزمة النهاردة هي أزمة مركبة، علشان كده كلنا منتبهين لاجتماع السيد رئيس مجلس الوزراء. ليه أزمة مركبة؟ أول حاجة البعد العالمي زي ما احنا شايفين، مختلف العواصم بتعاني بما فيها دول حتى عندها طفرة نفطية بتعاني من الأزمة دي الآن، فده بعد. البعد الخاص التقني، وده يتكفل به المتخصصون اللي بيوضحوا الأحمال والشبكات وقدرتها على التحمل ايه وتخفيف الاحمال ايه ونحل الموضوع ده، زي ده شغل بقى مهندسين وشغل تقني. تمام. البعد الاخر، وظني ان هو من الصعب الحديث فيه ومن الصعب حتى الاقتراب اليه، ولكن بقليل من الذكاء الصحفي تجاوز التعبير نقدر ان احنا نستشرف هذا البعد، وهو البعد العملياتي وما يدار حول الحدود المصرية في مختلف الاتجاهات الاستراتيجية. احنا مش في وضع استقرار على الحدود المصرية سواء في الشرق او الغرب او الجنوب، احنا في وضع انتباه. هذا الوضع بقليل من الذكاء الصحفي، مش هقولك محتاجين معلومات ومصادر والكلام ده كله، بقليل من الاستشراف، يعني انه من الصعب أو من المستحيل المساس باحتياطات مصر الاستراتيجية. يعني إيه احتياطات مصر الاستراتيجية؟ إن كان في الكثير من الأحوال لما تبقى الأمور مستقرة، لما تبقى الأمور معتادة، عندك مشكلة شوية في توفير سولار أو في توفير حاجة، بتميل على احتياطات الاستراتيجية دي، بتسد عكسك لحد ما تجيب تاني وأمورك تمشي. النهاردة ده تقديري كصحفي، مش هقولك بقى معلومات ومصادر، ده تقدير صحفي. ليه؟ وتقدير صحفي جاي من مجرد النظر على الخريطة، من مجرد النظر على الخريطة، من مجرد متابعة ما يجري منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما يجري بشكل ملاصق للحدود المصرية في عمليات عسكرية ملاصقة للحدود المصرية. وبالتالي ننتظر اجتماع السيد رئيس الوزراء. تابعنا دلوقتي تصريحات المصدر رفيع وحديثه عن توجيهات السيد الرئيس، وظني أن هذه الأزمة إن شاء الله إلى زوال، بس مهم أننا ننتبه ومهم أننا عنا على حل الأزمة من ناحية، وعنا على بلدنا من ناحية أخرى، وعنا كمان على اللي بيحاولوا يستغلوا حالة الغضب. وزي ما قلت لحضرتك، حالة الغضب دي ليها ما يبرر.
صحيح. والحقيقة أستاذ أحمد استكمالا لكلامك في هذا الاجتماع الوزاري الموسع، الرئيس مجلس الوزراء بالتأكيد يتحدث بشفافية مع المواطن المصري اللي اعتدنا دائما نوع من الوعي بالنسبة للمواطن، ودائما القادة السياسية تراهن على مسألة وعي المواطن المصري. أستاذ أحمد خليني أتحدث مع حضرتك عن نقطة أخرى. الحقيقة إنه القادة السياسية على مدار التسع سنوات الماضية عملت بشكل كبير وبشكل قوي في تحسين جودة حياة المواطن المصري في كل القطاعات، وعملت أيضا على مسألة جذب الاستثمارات الأجنبية والعملة الأجنبية إلى الداخل المصري. لأي مدى العمل على هذه النقطة تحديدا من الممكن أن يساهم في تخفيف حدة هذه الأزمة؟ أكلم حضرتك بشكل عام بعيدا عن حتى هذه الأزمة أو أزمات سابقة أو أزمات لاحقة، لأننا مش هنتوقف عن مواجهة التحديات. ليه مش هنتوقف عن مواجهة التحديات؟ لأن هناك عقد اجتماعي جديد ما زال يستقر في مصر. هذا العقد الاجتماعي جاء بعد انهيار العقد الاجتماعي القديم بسبب 25 يناير 2011، فانهار العقد الاجتماعي القديم، العقد الاجتماعي الذي كانت تكفله كل ما جاءت به ثورة يوليو 52 وكبدت خزانة الدولة ما كبدته، فتراجعت الخدمات في كل مرافق الدولة إلى أن خرج الناس على هذا العقد الاجتماعي. ثم جاء الناس ليطالبوا بحياة أفضل ومستقبل أفضل في وقت الدولة لا تستطيع أن توفر ده، وجه دستور 2014 بهذه الطموحات. فالآن أنت أمام عقد اجتماعي جديد هيقدم لك الخدمات، لكن هتتحمل قيمة هذه الخدمات؟ هذا العقد الاجتماعي يختلف عن العقد الاجتماعي القديم. هذا العقد الاجتماعي أمامه سنوات ليحقق المطلوب منه. كل ما تفعله الإدارة الوطنية الحالية أنها تحافظ على استقرار مصر وتثبتها دائما عند نقطة الاتزان. كلما ابتعدنا أو انحرفنا عن نقطة الاتزان تعود بنا إلى نقطة الاتزان مرة أخرى. مصر انزلقت بعيدا بعد 2011 وكادت أن تذهب إلى طريق اللا عودة بوصول الإخوان للحكم، فجاءت ثورة 30 يونيو لتعيدنا إلى نقطة الاتزان مرة أخرى. جاءت الحرب على الإرهاب وموجة شرسة من الإرهاب لكي نتحول إلى دولة فاشلة، فجت شراسة الحرب على الإرهاب والقضاء على الإرهاب لكي نعود إلى نقطة الاتزان مرة أخرى. التطوير في البنية التحتية لاستيعاب العمالة المصرية القادمة بفعل الربيع العربي، القضاء على فيروس سي اللي كان وباء في مصر كلها، اقتحم ملف قوائم الانتظار اللي لما جه التوجيه الرئاسي ندخل في الملف بتاع قوائم الانتظار اتقالت احصائية وزارة الصحة وقتها ان هم 3000 ثم اتضح ان هم 3 مليون. دي بلد كانت بلا بنية معلوماتية حتى علشان تعرف الداتا بيز بتاع حالة البلد دي كان فيها ايه. وبالتالي علشان الكل يبقى عينه على هذا الوطن في هذه اللحظات الصعبة، وانا مش بتكلم لحظات صعبة على ازمة الكهرباء، أنا بتكلم لحظات صعبة على ما يمر به هذا الإقليم، والمخطط الذي يدار لتغيير تركيبة هذا الإقليم وسط صراع عالمي بالغ الشراسة تحفظ مصر في مقدراتها وأمنها وسلامتها بكبرياء وعزة نفس. شكرا لحضرتك. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.